نعاود نكلموها حسنا من جبل الجلود ونحطوها معناتها في المباشر في ربط مباشر مع التونسي المواطن هذا اللي موجود في فرنسا. شكرا ليك وتحيه لجاليتنا التونسيه اللي موجوده في الخارج وين ما كانت، في كندا، في فرنسا، في ايطاليا، في العالم الكل، في العالم العربي، في دبي. نعرف قلقتوا وتحيرتوا علينا، لاباس، احنا لاباس الحمد لله. تونس ديما لاباس، ديما لاباس بولادها وبحس التضامن اللي موجود هذايا والاقتصاد، هاو موجودين رجال معناتها مفرخ.